النادي الاهلي واستعداداته للدوري الممتاز، ايضا اخر استعدادات منتخب مصر واطلاله عالميه على محترفينا واخر النتائج العالميه. ولكن في البدايه الصراحه في امر مهم جدا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، لانه امر يثير الدهشه. ما تلاقي جورنان كبير زي جورنان الاهرام، كلنا مفيش حد ما ترباش على ان هو دايما يكون قارئ لمقالاته، دايما صفحه الرياضه في الاهرام من اهم الصفحات اللي الكل بيتابعها على مدار التاريخ، مؤسسه الاهرام من المؤسسات العريقه والكبيره جدا، اكبر الجرايد على مستوى العالم. فلما تلاقي خبر بيتكلم بيقول لك حمله ممنهجه وكتائب الكترونيه لتشويه صوره حطب واجباره على التراجع عن موقفه، وان الاهلي بيطلب من اللجنه الاولمبيه اعتماد لائحه النظام الاساسي واعاده اشهار النادي. بعدين تلاقي يعني انا هرد على هذا الخبر، ولكن تلاقي بقى فرنان كبير جدا زي جريده الاخبار بياخد نفس المنشط بنفس الطريقه بنفس الصيغه وفي اليوم اللي بعده كوبي بيست. فهل وصلنا للمستوى الاعلام المهني لهذا الشكل كوبي بيست من غير ما نغير اي حاجه؟ حتى بغض النظر انا لسه هكلمك على موضوع الكتابة الالكترونيه ومن يعني يتعاون معها ومن يلجا اليها، ده بيبقى مين. لكن هل من الطبيعي ان احنا نلاقي في جورنان كبير مؤسسه عريقه زي الاهرام الكل يحترمها الكل يقدرها، وبعدين تلاقي الاخبار ياخد نفس الخبر بنفس الشكل بنفس كل حاجه، وبرضه كلنا بنحترم مؤسسه الاخبار. هنا بقى الامر بقى غريب ومثير للدهشه، ويرجع بقى كده مع نفسك تقول طب هو الكلام ده ليه ولمصلحه مين وايه السبب. وبعدين تعالوا بقى نخش، بغض النظر ان انا لسه بتكلم معاك بقول لك ان كوبي بيست نفس الطريقه، حملات الكترونيه وممنهجه وكتائب وتشويه صوره حطب. طيب اولا ما حدش بيلجا لموضوع الكتائب الالكترونيه، ده بقى جو الانترنت، الا الفاشل البني ادم او الاداره الفاشله او البني ادم الفاشل او هو اللي هيلجا لهذا لانه مش قادر يوصل لمعدل نجاح. فانا ايه اللي هيخليني امشي في هذا الاطار الا لما اكون انا فاشل؟ طب تعالوا كده نراجع مع حضراتكم. هذا الموسم النادي الاهلي ما شاء الله ماشي في المسار الصحيح 100% على كل الاصعده، الناحيه الرياضيه دوري وكاس، 8 بطولات قاريه في الالعاب الاخرى، حاجه جميله جدا وحاجه مش بتحدث كثيرا. النادي الاهلي طول عمره بياخد بطولات وماشي في هذا المسار على مدار 110 سنة، وهذا الموسم دوري وكاس وحاجات إقليمية ماشية على مستوى الأصعدة في الرياضة على أعلى مستوى. طيب تعالى بقى نخش على الجانب الآخر، الجمعية العمومية نادي الأهلي كان له رأيه في إقرار لائحته الخاصة، وشايف أن دستور النادي الأهلي هو من يعبر عنه جمعيته العمومية، وقانون الرياضة الجديد اللي صدر من قبل الدولة بيعايز يفعل دور الجمعيات العمومية والارتقاء بمستوى الرياضة، هو ده الهدف الأساسي. فأجي لحضرتك وأجي أقول لك إن النادي الأهلي عمل وعقد جمعياته العمومية الخاصة حسبما يتراءى إلى مجلس إدارة النادي الأهلي حسبما جاء في اللوائح على يومين، وحضر حوالي ما يقرب من 15,000 عضو جمعية عمومية وقال رأيه. وهناك من قال لا مش عاجبني لائحة النادي الأهلي، وهناك 96% قالوا عاجبني لائحة النادي الأهلي وعاجبني ما جاء فيها من بنود، وهناك من قال نعم ولكن هناك بعض من البنود يجب أن تعدل. هو ده السياق الديمقراطي، وهو ده تفعيل دور الجمعية العمومية، وهو ده المسار الصحيح. فإذا أنا كمشجع وراجل بتكلم معاك بالمنطق، أنا ماشي في مسار صح من الناحية الرياضية وباخد بطولات، بعمل فائض ميزانية فوق النص مليار، وآجي فوق
كل ده بقر لائحتي وبعتمدها باشراف قضائي. اكتر من 45 قاضي موجودين، والنيابه الاداريه كانت ممثله وتم توجيه الشكر لها، والكلام كله بصوت وصوره على الملأ، الكل شاهد العمليه كيف تم التصويت، كيف تم حضور اعضاء الجمعيه العموميه، والموضوع ماشي في منتهى الجمال، ماشي بشكل صحيح. ايه اللي هيخليني الجا للكتائب الالكترونيه وهذا الكلام؟ وايه اللي هيخليني الجا لتشويه السيد هشام خطر؟ ايه اللي هيخليني الجا لكل هذا الكلام؟ مجلس اداره النادي الاهلي ممثلا بكل من فيه من اول رئيس المهندس محمود طاهر لاعضاء مجلس ادارته، نحن لسنا في صراع مع احد كاشخاص. معالي الوزير الرياضه خالد عبد العزيز نفس الشيء. محدش طلع بتصريح واحد بيشوه صوره ولا المهندس محمود طاهر طلع قال انا في صراع مع اللجنه الاولمبيه او وزاره الرياضه. كل الموضوع وكل الخلاف ان اللجنه الاولمبيه طلعت لائحه استرشاديه النادي الاهلي مش عاجباه، واعضائه رفضوها بعد اقرار جمعيته العموميه الخاصه، وحط تحت الخاصه مليون خط ومليون بند ومليون زي ما انت عايز، يعني دي جمعيه خاصه. واللائحه الاسترشاديه جاء فيها ان من حق اللجنه الاولمبيه تحديد النصاب فقط. اذا لما نيجي كده بقى نبص بنظره كده يعني الى حد ما متمعنه، انا ماشي صح وموقفي قانوني 100%، ايه اللي هيخليني ان انا الجا لكتائب؟ وايه اللي هيخليني ان انا اخش في صراع؟ انا ماشي في المسار الصح. انا عندي بدايه دوري بستعد له، عندي دوري ابطال افريقيا دور الثمانية، عندي حاجات كتير قوي أهم من إن أنا أخش في الكلام اللي بيتقال وللأسف في جرايد لها تاريخ ولها مصداقية وجرايد قومية زي الأهرام والأخبار. ما ينفعش، هذا لا يصح. مع كامل الاحترام والتقدير لمن كتب هذه يعني هذه المقالات، ما هو دليلك؟ أنت طالع بتكتب وبتحط منشتات، طب بناءً على إيه؟ لما بنيجي نتكلم في الإعلام، وزي ما تعلمنا من كل أساتذتنا في موضوع الإعلام، وهكلمك بقى في الأهرام، أكلمك على الأستاذ هيك، أين المرجعية؟ فين دليلك على اللي أنت بتتكلم عليه؟ إن أنت بتتكلم من غير أي دليل وبتشوه وخلاص. أنت اللي دلوقتي عايز تفتعل أزمة ما بين النادي الأهلي وما بين المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أنت اللي عايز تعمل الأزمة. هو مفيش أزمة، في قوانين والنادي الاهلي ماشي على هذه القوانين. في قوانين والنادي الاهلي ماشي على هذه القوانين، موقفه القانوني 100% صحيح. مفيش اي مرجعيه على اللي حضرتك بتتكلم عليه، على الرغم. وانا بقول لك بقى على الرغم، الناحيه الثانيه تعالى كده بص اللجان الالكترونيه ماشيه على مين او شغاله على مين. في ناس ماشيه بشكله باستراتيجيه، وفي ناس فشله مش لاقيه حاجه تتكلم عليها. وعلى مدار موسم كامل، هذا الموسم ومن قبل هذا الموسم، تعال بص كده النادي الاهلي ماشي في انهي خطوات وماشي في ايه. ده من تاني يوم جه هذا المجلس الجديد بقياده المهندس محمود طه. اولا ما حدش حتى اداله فرصه انه ايه الاستراتيجيه بتاعته؟ البلان اللي هو جاي يديها للنادي الاهلي، جاي يحط النادي الاهلي في انهي مسار؟ وابتدت الحملات الممنهجه تشتغل. الناس دي اشتغلت بقى في صمت. الناس دي كان عندها بلان معين من كل النواحي. الناحيه الاولانيه ازاي اصل على السيطره الكرويه داخل المحيط الاقليمي وهو الدوري والكاس. تعالى كده بص النادي الاهلي حقق كام بطوله دوري في الفتره الماضيه؟ 3 بطولات دوري عام. طيب بطوله كاس مصر غايبه بقالها 10 سنين. بطوله كونفدراليه لاول مره فريق مصري يحصل عليها. 2 سوبر مصر. كل ده وصلت لفاينل سوبر الافريقي بضربات الجزاء. كل ده في فتره الناس بتشتغل فيها في صمت وفي تخطيط. طيب تعالى كده على الناحيه الثانيه، الالعاب الجماعيه وصلت فيها لفين؟
وصلت فيها لبطولات قاريه مش بس على الصعيد المحلي، ده انت بتاخد بطولات افريقيا في الالعاب الجماعيه، ده حتى تنس الطاوله النادي الاهلي خد فيه بطولات افريقيا. طب اذا مين اللي ماشي بالفكر الرياضي الصح ومين اللي ماشي في اللجان الالكترونيه؟ فكر معايا كده وانت بتتفرج وشوف مين اللي رايح فين. مين اللي رايح في ناحيه اللجان ومين اللي رايح في ناحيه الهجوم الغير مبرر والغير منطقي والغير واعي واللي ما عندوش اي مرجعيه، ومين اللي ماشي في المسار الصحيح؟ ودايما بص على نفسك اين انت عشان تعلم فين المسار. لازم تعرف اين انت عشان تعرف فين المسار، لان طول ما انت ماشي في المسار الصح طول ما انت هتلاقي للاسف للاسف الشديد، ودي من الحاجات اللي بتصدمنا، ان مؤسسات بهذا الشأن وبهذه المرجعيه والمصداقيه مع الجمهور، الاخبار والاهرام كنت بتعرف منهم تاريخ البلد، بتعرف منهم اخبار البلد، ولكن بهذا الشكل في توجهات اخرى، والتوجهات دي ليست في مصلحه الرياضه المصريه. مره ثانيه بقول ازاي كوبي بيست بنفس المنشط بنفس كل حاجه في نفس اليوم الثاني في جريده قوميه؟ طب يا اخي غير اي حاجه، غير كده، اعمل كده شويه اديتنج على المنشط وحط اي حاجه عشان ما تبقاش بالشكل ده، ولكن للاسف النوايا هي من تفضح، النوايا هي اللي بتفضح، لان ربنا شايف مين اللي بيشتغل ومين اللي عايز يدمر. النادي الاهلي فوق الجميع، الكيان اهم من الاشخاص، وهو ده اللي حصل في الجمعيه العموميه اللي انعقدت على يومين. 15,000 اللي حضروا ما كانوش جايين عشان خاطر شخص، جايين عشان خاطر الاهلي فوق الجميع، مش جايين عشان خاطر يساندوا شخص او مجلس، جايين عشان خاطر مستقبل النادي. ولكن في ناس تانيه مش شايفه كده، في ناس تانيه شايفه ان هم لازم يتكلموا خلاص، لان مش لاقيين حاجه. ما هو ما شاء الله النادي الاهلي بيكسب، هتكلم في ايه؟ قال لك اصل المدير الفني بتاعه ما بيضحكش. لما تطلع ناس بتتكلم في الرياضه وناس بقى ايه اصحاب اقلام وناس الواحد طول عمره بيتفرج عليهم عشان يتعلم، وفجاه يقول لك اصل المدير الفني ما بيضحكش، بقت مشكله النادي الاهلي الفنيه ان مدربه ما بيضحكش. مش هو بيكسب ولا ما بيكسبش؟ مش هو عامل ارقام ولا مش عامل ارقام؟ وللاسف بقى عندنا الحكم بالحب والكره، ما بقاش بالمنطقيه. والحب والكره لما بيخشوا داخل اي منظومه عمل النهايه بتاعتها هو الفشل. ده اخر كلامي في هذا الموضوع، وابتدي معاكم بقى اخبار كره القدم اللي الكل بيحبها والكل منتظرها. كابتن حسام البدري في بدايه استعداده للموسم الجديد، مباراه طلائع الجيش اول مبارياته ان شاء الله يوم 8 سبتمبر، هيبقى يوم جمعه، بدايه الموسم الجديد النادي الاهلي.